بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك في سورة آل عمران آيات كدادير ودن بيو حكمدة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. اللو عدي النار تجلسه فقد أخزيته، إذا ودار الخزي نار. أبو ري أما سأل سبحانه وتعالى وأبو ري بن آدمك ومسألة رنتي هدي عن وحي حقي سلوك حينين ضدك مدح وكد آله إن بدنا اللي سكد يين لغا جوابه سجواب عن له هلين وحان ولي لقران كارين وبن آدم كوي سويدين لماذا خلقنا حالينا أبورك حقين نكنمي حقين نكس عنا علشان حقيقة جب جبوا بيسا وما حي الرسالة دا إنه سيدنا ين علش إنه أن الله يوم حين أُجوجنا هلك كان حي معنى إنسان علش إنه سؤاشة لنك استولى جابا بشرية دو إن بدن بيسكت داي داي أما بين آدم كون بدن بيسكت داي هدي الآن أما يدو أن لا أديك سنينن الله إيه الرسول شيسو وحي وسو ديبي إني كجوابان لكن ولا جواب كرواي وحي قاعد مركا حد قفك بن آدم كي وقيمة باله ويا شيء وحو قيمة كلي مركا وحا لغو استعمال يا ما وحا وقوين يا مركا لقرن يعني ميكروفون كان أركي جاي الله هدي أنا لقرنين أين نقرن إن حكمة ده أو حلو سميستين اتين لغو هذا الله وحس كان نقول لها بر يا رب رحمة الله يا لي الله كم ده وهي مرة دي حكمة دي سل قرن وهي قيمة ما سمعين أيه شيء وح قيمة سمعية مرك حكمة دي سل قرن أيه إنسان قص مرك حكمة دي سل فهم كري وهي وح نقضي وحان قيمة سمينين ياتي على عالكوب بلا بدون أبا إلهي لي سبحانه وتعالى مركاسي يسقوا لي يا ليتني قدمت لحياتي هو جي جي إيش الله تضي دي قدمت لحياتي ليت ولتمني قبي يبا وحلي جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت سأبقي صائرا إن شئت هذا ما أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري ولماذا لست أدري لست أدري إلياب الماضي حلي وأنا مدوني ذا تن أنا وأن قرنا إن مال أنك إمتونا وحما يسر كيبولي أنا قوتشوغا ودون بان ركيبو يدعاها هيك كهوس بحدا دبتنا وان سكر راعي ودد ما سكه هيا وان سكه صعم بولي وددا غرتي ميل اي كسوتا اما ما ان غرنبا وان سكه وديا وددن سعود كده سيدي ان ميشانو ايمي يا وددن سيدي انو اركاي ميدنا ما غران يبو سويدين تو حل ابو دمحان وغران واي حتى ايدا لفت ايدان ان غران انو كجواب كريم بولي نلاشو هدي هدف كويدو قيمة ماله ولذلك دي بينو كتل مامي إليه حليك كلا إنها لضا إنها لضا وروته العمي سبا إلهي إليه سبحانه وتعالى ونزاعة سيبد بدن للشوى شواغ وجمع شوات شوات نوح لدهاتهم أو فرانسيس ها سو دكتور رشدي فكارو صار نقلنا إيوه أي واحد دلي هوانتي وقبي أو فرحسن ده بتنبول سكو تجي
isagoo u sheegaya inuu islaantiisii dilay. Qisada meel qur-aan uga socdaa waa filosof, waa la baadhay, waa caqli qabaa, waxba ma xanuunsanayo, waxba ma cabbin, ma waalla. Saashii markii la weydiiyeyna falsafadiisii unbuu ku sharxay, oo ah nolosha tani waa tacab buu leeyahay, waa dhib. Qofka bini aadamkiina buu yidhi wuxuu ku jiraa dagaal guntiisa la ogyahay. Oo maxaa guntiisu tahay? Waa geeri buu leeyahay, ku yar, ku weyn, ku hore, kuwa haysta, kuwan waxba haysan. Waa a matter of days waxaad noolaanaysaa, konton, afartan, lixdan markaad jirto oo dhimanaysaa. Idan waa dagaal ku gabagaboobaya buu leeyahay inaad jabto. Markaa waxa qur-aan haystaa buu leeyahay waxa weeyaan uun inaan isku dayo, bal inaan tan ka baxo anigoo faraxsan ama anigoo nolosha raalli ka ah. Markaa haweenaydaydii waxaan arkay buu leeyahay iyadoo qoslayso faraxsan, waxaan sidhi imika ugu fiican tahay hadda ha dhimato, hadday faraxsan tahaye nolosha ka waa ida nolosha waxay u nooshaan macno samaynayn, waxay meesha u joogtaan la garanaynin. Dabeetana itaalka isagu waxaa buu rabay ascadi awqaatiha, waqtiga ugu farxadda badnayd inay ka baxdo. Maaha waqti sii fog, waa discardkan iminka noole markuu Faransiiska madaxweynaha ka ahaa weeyaan, min akbar cuquuli Faransa. Waayo waxaa dhibtu ka taagantahay waxa weeyaan qofka bini aadamka oo la garan waayey waxa uu qiimo leeyahay, muxuu meesha ka qabanaya. Waxay isweydiiyaan acdaada qofka bini aadamka, cudwigiisa, organiskiisa, organ kasta xikmadda uu jidhka ugu jiro waa la garan karaa bay yidhaahdeen. Haddii atibada caalamka laysugu yeedhay bay leeleeyay oo la yidhaahdo ishu maxay macnaynaysaa, waa maxay xikmadda ishka dambaysaa, way sharxayaan waxaan bay tartaa, saan bay u dhisantay, saan bay bini aadamka waxaasay u qabataa, kelidu maxay u qabataa, waa la sharxayaa xikmadda ka dambaysa kelida, dhegta waa la sharxayaa xikmadda ka dambaysa. Marka midhmidh loo sharxo, isku daro waa maxay xikmadda haddaba dhammaantii u abuuray, marka la yidhaahdo that's philosophy bay yidhahdaan, dhakhaatiirtu dibay isu taagtaa. Maxaa laga sharxayay marka? Haddaad gaadi mathalan taayirka sharaxdo oo kursiga sheegto oo taangiga sheegtid oo carburetorka sheegtid oo dacsadda sheegtid oo wax waloo gaadhiga ka mida baad sharaxdid, marka uu gaadhiga wuxuu u toro aad ka waranti, marka lagu dhaha gaadhigoo dhan xikmadda ka dambaysa, waxaa tiraa waxba ka garan maayo. Dee gaadhigana sharaxaysa qiimo ma leh, in layska tuuro weeyaan mar haddaan la garanayn wax lagu qabto. Idan insaanka dhibta haysataa waxa weeyaan waxaa la garan la-yahayba waxuu qabto. Markaan soo koobana laba ixtimaal baa jira. Ixtimaal la qasdi baa loo abuuray oo qofkan bini aadamkaa shaqaa loogu talagalay probabilitygu, iyo probability kaloo labaad oo odhanaya maya waa cabad iyo dheeldheel iyo waxba maaha. Probabilityga cabadka ah caqliga iyo sharciguba waa diidanyihin. إلهي وحليه سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. موضوع أنت كهدرنتي هدان قرآن ونخريه أفتن صفحي هريا لو قرآن تكفي يدا كفلا لكن حيم وغطر هير كندا تنا إلهي وحلا يزيدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يكسبون. عذاب عذاب لغو كر ضريب إليين وحي كسبدين درادود دولك عذابك كل اللي وحا كمدة فرعون يوين تيسي وحاق بآل فرعون سوء العذاب وحكا تلت الماما. إلهي وحلا سبحانه وتعالى ما وحا أم لينسا أنما خلقناكم عبثا ma inaan damba laydinka lahayn qasdi inaanu abuurkiina ka dambaynin ee dheeldheel iyo cabath iyo ujeeda darra in laydin abuuray miyaa u malaynaysaan baa ilahay leeyahay subxaana watacaala oo inaydan noo soo noqon doonin. Ilahay wuxuu leeyahay wamaa khalaqna assamaa'a waalarda wamaa baynahumaa baatila dhalika dhannu alladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.
إلهي حلي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا إركن يدلكن يوحن أدحاية كون كان أدح جوكتان وما أننا أبو ربا إله إلهي سبحانه وتعالى باطل أو نبغ لي عليه الصلاة والسلام أو شفع قاضي إن لا فضيديه تعلم وكل انتي لكن دفاعي النبي قد دفاعي شري أي عذابك الله خفيفين إياه وحكم دي كواس كبه النار اللي وقلني جهنم وحنين وما لها قوة لك قالوا بيبا إلهي سبحانه وتعالى فويل للذين كفروا من النار ورموح وما لين سنبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى كو إيماني عمل صالح لك أهلي إيه مفسدين للك فسادين إيه نسك النوع كردي غينو آية كليلة وحلي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون آيات كليلة يوحلي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين آيات كاس القرآن كإله وحكوت الماما يا سبحانه وتعالى عركا يا دولكا يا وحي دحيال وبن آدم كم دي إن اللعب يا دال دال لو أبور حتى أنو عيا يردوني نبا إلهي لي لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بإلهي سبحانه وتعالى أكتا يدا أنو كسما يسان الله وحل لغو دال دال يا دال دال لو ما أبور إذن وحن لنا عبث لو ما أبورين بن آدمك أيحسب الإنسان أن يترك سدى بن آدمك وما وحوم علينا يا إن سدى لك قد تقيه ما يدل دل لو ما أبورين وحكى لو قرآن كإلهينا وقلت المامي سبحانه وتعالى إنسانك هدو تانس دقا مرة قردو إنو حقيقة إنه صار دونه وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب الصعير أما سينا يهرتا قاتشا ذكا بيسو أنه أن قاتشا بترين أدعونا يسو عونا يسو قاتشا ترمي ميسو كوريتان نمي چرا لغو ناحي مايو وحبا ما همركا وعنا با إلهي لي هدنا لا يسمن لغو من ناحو سيغا چوغو وأن قصد بك الدنبايني إنا يقراد لا ونمطي عقل حمو in every aspect oo laga eego waa aqal xumo adduunka kan iskama abuurmin cidla kama imanin ka warna haddaan ku idhaahdo matbacaddii magaalada ee wax daabacaysay matbacadda marka la daabacayo qof baa safa xuruufta xaraf xaraf baa loo dhigaa haddaynu idhaahno meesha haza ardiya unbaa dhacday earthquake unbaa dhacayo dabeetana sanaaduuqdii ay ku jireen xarfuhu ayuunba intay kor u soo duuleen ayay bismi illaahi araxmaan araxiim qorta rumaysanaysa halagayaba inaad tidhaahdo bismi illaahi araxmaan raxiim waa dhowr iyo toban xaraf malaayiin xarfi hadday isku daataan inay uun dhowrba iyo siin iyo miim iyo alif iyo laam iyo intaasi isu tagto bismi illaahi araxmaan raxiim laakiin haddii la yidhaahdo ka waran madbacaddii markay qaraxday waxaa ka soo baxay buug kumbeyj ah oo ku qoran yahay gabay ka waramaya cilmi falaga oo si fiican isugu daba taxan caqliguma qaadanaya maya ma aqbalaysid yacni masalada way dhaaftay probability theory iyo intuu ka suurtagalaha iyo waxaasoo dhan way ka tallowday buug dhan oo design u baahan iyo fikrad wixii ku qoraayo waxaasoo dhan ba kownkan intan leeg baa cabath iskaga yimi big ban baa dhacayo kown baa samaysmay that's nonsense kownkan intan leeg ayaa cabath ku yimaan cidi ka dambaynoo qorshayni wax suurtagala maaha saa daraaddeed buu ilaahay wuxuu leeyay am taxsabu anna aktharahum yasmacuuna aw yacqiluun in hum ila kalancaami bal hum adal ma waxaad u malaynaysaa baa ilahay yihi subxaana watacaala intooda ugu badani inay wax maqlayaan amase inay caqli leeyihiin waa xoolahoo kale baa ilaahay yidhi subxaana wa tacala xoolana waa ka liitaan
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. آيات كسي وحي تلمام يعني نسو شاقني إيه قد يضع عبث كير ديل ديل كوين أنا يتشيرين إيه قصدي دوني دا التنين الله وابوري سبحانه وتعالى. هذا ما محلو أبوري محلو قد شوابي كريواي سنعكسته حكمة اللو سميي صانع يدو كقرصون يو يقانا مثلا هدي سيدتنات كبيلة وقادي هدي موبيل كاير لغو كانو إمكا والله وضع استعمالا موبيل يا تليفون يا وحما اسكتر بطي قف قرن لها وحو يهي مجلو اللهم إلا كسمايا إنو شرحه أو إذا هذا وحا 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 صار لغو تلقالي إذا شيء كستعد سمايسي ayaa taqaana qasdiga loo sameeyey waxa loogu talagalay shayga kan. Waxaynu isweydiinaynaa wuxuu yahay insaanka yaa sameeyey saciddii samaysay ma la weydiin karayaa inuu inoo waranto waxa loogu talagalay. Insaanka waxaa abuuray Alle subxaana wa tacaala waana qadiya aan murambadani ku jirin. إلهي نوح لي ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إلهي ميانو أوغين كو أبوري سنعدي سيساق ميانو قرنين. إلهي باوح لي ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بن آدم كان أبوري با إلهي سبحانه وتعالى وحي نفتي سوغوش يكين سورنا نوان قرن يا با إلهي سبحانه وتعالى. سيدا أوغيد سيدا الصحة هي وحويان إن إلهي سبحانه وتعالى لو ويديه بشر كان وحي وابوري وايو لايف اسبانكو بن آدم كنت نولي ويترى بضانتي لكن انت انو اركي انا بفترة فترة يرو كم مدا هدانت شاي غردن وضا اركي كارين حكمة دي سيما قرن كرتيد هدانت قايب كم مدا اون لغو تصو وحقونا انو هدارقنا وانتا انو نولوشان ادون شوغنو waxa ka dambeeyo dhan ma aragno wixii ka horreeyayna ma aragno. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa marka cidda garan weyda wixii loo abuuray inuu la mid yahay cid madaxa ku socota. Afaman yamshi mukiban cala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan cala siraatin mustaqiim. Ma waxa toosni badan baa ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala ma waxa toosan qofka madaxa ku socda. Qofka madaxa ku socda waxa weeyaan waa qofka iska indhatiray waxa kaloo dhan. Mathalan haddaad aqoontaynu garanayno dhammi waa aqoon aan qiimo badan lahayn. Marka masaladan loo eego, haddii mathalan nin intuu doon markab weyn uu sameeyo lagu raaxaysto oo uu meeshii la seexanayay, meeshii wax lagu cunayay, meeshii lagu orordayay, meeshii lagu nasanayay, wax walba intuu ku sameeyo dadka uu yidhaahdo soo raaca waxaan diyaariyey waxaa cuni lahaydeen meesha u socon lahaydeen waxa oo marka naana xagu ku socdaa markabkaagu uu yidhaahdo garan maayo maxaad odhan lahayd? Waa nin waalan baad odhan lahayd. Waxaan uu wadee uu leeyahay waan qurxiyey meel u socdaba garan maayo. Nolosha waxaan laga qurxinayo dhamma waa nolol aan la garanaynba meelay u socoto. Yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala. Nolosha adduunyo wax yar bay ka garanayaan ba ilaahay yidhi. Nolosha adduunyo daahirkeeda sare bay garanayaan, ama aakhiro waa ka ghaafiliin ba ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala. Sidaa awgeed ilaahay ba subxaana wa tacaala waxa uu inoo tilmaamaya waxa basharka loo abuuray. Maxaa loo abuuray marka? Ilaahay isagaa abuuray inaynu isaga weydiino weeyaan. Haddii masalada la garan waayo إلهي وحد المامي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. عد إلهي وشرك يا شيخ عد قرن ويدا وحي الله أبوري فكأنما خر من السماء با إلهي وسيدي وكل قصوت ري عرك كصوت عي وفتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. cirka markuu ka soo dhacay
oo markaa shimbiruhu ay cirka ku boobayaan samada isagoo soo dhacayo laalaada ay boobayaan, ama dabayluhu ay qaadayaan oo meel daran ay ka tuurayaan. Yacni waa qof aan hadaf lahayn, waa qof aan noloshiisa waxba ka garanaynin, meel uu socda garanaynin. ilaahay baa inoo sheegaya xikmadda laynoo abuuray marka, isagaa ina abuuray. alaa lahu alkhalqu walamr, tabaaraka allahu rabu alcaalamiin. isagaa abuurka iska leh, amarkana isagaa iska leh. maxaa laynoo abuuray marka? ilaahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu aljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun in allahu huwa arrazaaqu dhu lquwati almatiin. jin iyo bini aadam toona uma abuurin baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala, cibaadadayda mooyaane inay aniga ay caabudaan ayaan u abuuray baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala. xoola lagama rabo iyo inay cid quudiyaan toona, ilaahay baa arrazaaqa oo dhulquwati almatiina, laakiin waxaa laga rabaa inay alla caabudaan subxaana wa tacaala. weedho kooban markaa waxaynu leenahay insaanka waxaa loo abuuray sida qur-aanku sheegaya inuu ilaahay caabudo subxaana wa tacaala. waxaa loo abuuray in cibaadadaasi lagu itixaamo oo la eego liyabluwakum ayukum axsanu camala. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy alam acad ilaykum ya bani aadama an laa tacbudu shayطaan. insaanku maadaama cibaado loo abuuray bifitratihi buu caabidiyey. waxay yidhahdaan taariikhda bashariyada lama hayo qof bini aadam aan wax caabudin, xataa bay yidhahdaan culumtana aathaarta iyo waxaan la qoday iyo waxa kan weli lama helin bay yidhahdeen, magaalo aan macbad lahayn wixii la doonayaa lagu caabudo. cibaadadu way qaldantaa oo marar badan baa ilaahay keyrkii la caabudaa, laakiin meel bilaa macbada lama hayo bay yidhahdaan. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala, miyaanan reer nebi aadamow ballan idinka qaadin ah inaydan shaydaanka caabudin, waan icbuduunii hada siraatun mustaqiim. si awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala rusul inoo soo diray, rusushaasi oo ah kuwa ina saxaya ee inoo sheegaya hadafka laynoo abuuray. haddii lagu qaado matalan maanta oo cid intay ku qaado saxaare lama dega a lagu geeyo meel aad u dhaqaaqdo aanad garanayn, si ciddii ku dhigtay ay kuu sheegto sababta aad meeshan laguu keenay iyo waxaad u baahan tahay, haddaad diiddo tidhaahdo may waxba soo heli mayso, saxmi maysid, haddaad se instructionkiisa raacdo waxay u badan tahay inaad saxanto. noloshan waa layna keenay, laynagalama tashan, raqma anfik baad ku timi. cidi midabkaad noqon doonto kuma weydiin, dhulkaad ku dhalan doonto kuma weydiin, qabiilkaad ka tirsanaan doonto kuma weydiinin, meeshaad joogi doonto kuma weydiinin, aabbiyo hooyadaad yeelan doonto kuma weydiinin, goortaad dhimanayso cidi ku weydiin mayso, xaggaad u baxayso cidi ku weydiin mayso, xabaashaad gelayso cidi ku weydiin mayso. all this waa lagu keenay. allihii ku abuuray ee ku keenay ayaa wuxuu ku leeyahy waxaan meeshan kuu keenay baan kuu sheegaya, rusul baan kuu soo diraya. rusushaasi waxa ay kaaga warramaysaa waxa meesha lagu keenay inaad ka qabato. laqad arsalnaa nuuxan ilaa qawmihi faqaala yaa qawmi icbudu allah maa lakum min ilaahin gayru inii akhaafu calaykum cadaaba yowmin cadiim. ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nebi nuux oo rasuulkii ugu horreeya lasoo dira ah, say mufasiriintu tilmaamaan, waa loo soo diray dadka waxaanu ugu yeedhaya yaa qawmi icbudu allaha maa lakum min ilaahin gayru, tolkayow alla caabuda cid kale ilaah kale ama macbuud kale oo caabudaan malihidin. ilaahay wuxuu leeyay walaqad bacathnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu allaha wajtanibu aaquut faminhum man hada allah waminhum man xaqat calayhi adalaala fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. ummad kastoo dunida kor joogta rasuul baan usoo diray baa ilaahay leeyay. rasuulku muxuu waday? an icbudu allaha wajtanibu aaquut, ilaahay caabuda subxaana wa tacaala, ka fogaadana kuwa qooqaya xadgudbay ee waxaanay xaqu lahayn raadcaynaya. cibaade ilaahay baa xaqu leh subxaana wa tacaala, cid kasta oo kaloo hunguraysaa waa cid kibirtay oo qooqdo, manzile aanay lahayn
إسجار سيسي إلهي وحلي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نبي محمد عليه الصلاة والسلام سجوا إلى هيلا هذلا يقال وحلي أذى هرت الرسول ما نصادر إلى أي رسول كستو بشرية الله صادر وحن أوحيوني أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني إنان إلى حق لغو عابدا شرين أني جمو يعني بو ألا لي سبحانه وتعالى فاعبدون إعابد بألا لي سبحانه وتعالى وحي إلهي تلمام يا أنبيا ديس يا رسوش يا ضدك في يعني أنا مسألة داس يا ملائكة سمرنا بكسن تاغي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا عيسى المسيح عليه السلام كما سنتاغ يبا إلهي رين إلهي أدون كيسا النغضة ملائكة مقربين تينا كما سنتاغ سينا ألا أدوما النغضان عدي كسنتاغ تا إلهي عبادة سيا أدون نمضة إسوا ويني سبا إلهي رين إلهي وصو حاضرين دونا والله صو بعث بعد الموت بالكيني أول حساب نبي محمد بأي الهي وحلي سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إذا وحل لنا هدفك أما قصدك أما حكمتك إنه هل كانوا تشوقنا وإن لا نقول التحامى إلهي عبادة ديس سبحانه وتعالى وحعيبا مركز إنه هدفك أصل كها اللونه ووحك لكم مشغول وحعيبا إن تقرن ويدك كلمة التوحيد إيا وحي كاقبا هانتي سأد إنجنير نقطة وها عيبة إن تصلاة السحي كري ويدو سأد طبيب نقطة 17 سنوات إن الجامعة دا شوكتو أدقو عبادة دا دو أي صحمي كاري لاضي وها عيبة هدف كياد أنه ليد إن تقرن ويدو أو وحكا لكوه الرئيسيسو وها أقون درراء إن عبادة دا كوي دارسو مركاسي وحيابه ماينر كيسيسا انا هين وحيابه برايمري اما انا هين وحي الرسمي اها اهل قوكو تلقالي بشر كو مركا وحو كلا قيمة بدن يدوني دا تشوغا سيدو وو كلا توسنان بدن مسألة دا سي عبادة دا مسألة دا عبادة سلاة والسلام حتى هدي دونيو لماريو اوهنتو دميشي داريرتي دون يهوى قاد له يدبو ألا لي أي نبي قولي عليه الصلاة والسلام ديك بان اللؤي يا أبو نبي قولي إذن سلف صالح نكم إذا هي قرقي سحبال كد حقطي مركو عبادة كد ألو أما هو نفتي سوح دريمه أي حباشة كد عدي عشري مركو سو انتو تشيف صده أي قد أما واختي يدي آتك الله أماني وحاكم دا أو منزلة دا سريو تشوغي وحالاغو ييري يا إلهي كتح قلين يا لفظي يا إنو أدون يهي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى يحليه سبحانه وتعالى وحما هذا سكاله قال له أدون كيسا كتابك كسودة شيئي وحوينا دي أوح بركاية الذي نزل الفرقان على عبده فرقان حقيقة باطل كالدين تكالا صعدك كسودة شيئي أدون كيسي سيؤغو نغضة دوني دورنا النذير مدقية سبحان الذي أسرى بعبدي وححما كوفا الله الديلميي أما الله قوريسيي أدون كيسي محمد الإسراء والمعراج مركو بحيي وليلة التشريف إنا أنزلناه في ليلة القدر مركي ألا وشرفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلا كحيي إلا كحيي حقه
بيت المقدس اللي دلميه اللي قد دلميه بيت المقدس اللي قبت سيه حقه فوق 7 سماوات الى سدرة المنتهى واختقا وشرف طبطنا يا سيدي اللهم موسى يا الهي وحكوت الماما يا سبحان الذي اسرى بعبده صفة اللي قلت في يبقى صفة العبودية بل مركو الرسالة قدنا يي ومقامك الرسول لما تعقنا إلهي وحكوت الماما يا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إلهي سبحانه وتعالى وحكوت الماما يا أنبياد مركي استلماما يا وحي اسكت المامان اسكم ما موصي انا نغضه ان الهي الدومويه